يسأل عن الذي يكف في الصيام عن الأكل والشرب لكنه لا يكف لسانه عن الغيبة والنميمة وقول الزور، فهل صيامه صحيح أم لا؟ كما قلنا هذا يعني عليه الإثم، وأشد من إثم الغيبة والنميمة والفتنة بين الناس في غير رمضان لحرمة الشهر. وصومه في أحكام الدنيا لا يطالب بقضائه، ولكن هو محروم من الفضائل والأجور التي وعد الله سبحانه وتعالى بها الصائمين. نعم. كما ذكرنا في السؤال السابق. نعم، بارك الله فيكم.